على مدى 4 أيام في اتحاد الكتاب العرب اللاذقية يحتضن ورشة كتابة القصة تحت عنوان أدب المقاومة الوطنية. يحرص اتحاد الكتاب العرب على تقديم كل ما يمكن لخدمة الأصدقاء الشباب أعضاء نادي الشباب في اتحاد الكتاب العرب، ومن ضمن هذه الأعمال التي يقوم بها الاتحاد تأتي ورشة اليوم لكتابة القصة القصيرة بالتعاون مع مؤسسة سباء للثقافة والفن. الكتاب الشباب سيتعرضون يعني ربما إلى يعني شيء من المعلومات، أو سيتقدم لهم من المعلومات عن طريقة كتابة القصة والرواية، صناعة الشخصية، الحدث، الحبكة، زمان المكان، توظيف كل هذه التقنيات بالرواية أو بالقصة بعمل أدبي على الأقل توثيقي. مصطلح المقاومة الوطنية هو العنوان الذي سنبدأ دورتنا به، وسنتحدث عن القصة القصيرة وفن القصة القصيرة و بناء القصة القصيرة ومراحل تطور القصة القصيرة وصولا إلى نهايتها. سنتحدث كثيرا عنها تحت مسمى أدب المقاومة الوطنية. اليوم لما نشوف هدول الكتاب الشباب مقبلين على الكتابة الأدبية، فنحن كمؤسسة من واجبنا أنه ندعم هذه الكتابات، أنه نطورها لحتى نعطيهم المعلومات اللازمة إن شاء الله لحتى يرتقوا في سلم الكتابة الأدبية. الشيء مهم لازم كل الشباب يفكر فيه ويسعى له ويستفيد من هالدورات التدريبية اللي بتقيمها المؤسسة أو باقي المؤسسات وبرعاية اتحاد الكتاب، ويستفاد منها ويحاول يكرس الموهبة لخدمة البلد والوطن والمقاومة. تعنى الدورة برعاية الكتاب الشباب وتطوير مهاراتهم وأساليبهم في القصة القصيرة.